برص حاجتي. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وزي الفل. استنوا بس نرص كده حاجتنا. انتوا مش غرب برضو؟ انتوا مش غرب عشان انا ما لحقتش، يعني احنا ما لحقناش نرص الحاجات الصراحه. استنى نحط دي كده كده يا جماعه، حلو كده صح؟ اهو عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله حلقتنا لذيذه جدا جدا. هنعمل فيها ايه بقى؟ قلت لكم امبارح ان حلقه بكره على حلقه النهارده ان شاء الله هنعمل فيها فطيره بحشوه البرجر. يمكن كده مختلف شويه، كده جديد علينا ان احنا نعمل كده فطيره بحشوه البرجر، حشوه بسيطه جدا جدا بطريقه هتكون مختلفه. العجينه ان شاء الله اللي انا هعملها معاكم النهارده سهله ولذيذه و تنفع معاكم على فكره لاي فطاير محشيه، مش لازم الفطيره بالشكل ده اللي احنا هنعملها النهارده. حلقتنا النهارده لذيذه قوي. كمان هنعمل مع بعض صوص انا سميته بصراحه، انا هموت واقول اسمه بقى بصراحه مش هكدب عليكم، الايه؟ لا صوص انا يعني غيرنا اسمه، صوص التيستي. عارفين انتوا، استنى، عارفين الصوص المدخن اللي هو في المطاعم اللي كده يعني ايه بدأنا ان احنا ما نروحهاش وقطعناها؟ هو ده بالظبط نفس الطعم، صوص مدخن. كمان على فكرة اخر فترة بدأ ان هو يتباع، بيتباع كده كصوص وبيكون على فكرة مكتوب عليه الاسم بتاعه، ودي حاجة على فكرة ظريفة واعجبت بيها قوي ان الشركات بدأت ان هي تعمل الصوصات اللي موجودة في المطاعم اللي احنا بدأنا نقطعها، فحاجة بصراحة بسطتني قوي. هنعمل كمان البصل المكرمل، بما ان احنا بقى هنعمل فطيرة محشية كده بحشوة البرجر هنعمل بصل مكرمل. وكمان هنعمل ايه؟ هنعمل ايه تاني؟ هو الصوص التيستي والبصل المكرمل وحشوه البرجر، حشوه بسيطه قوي، وهنعمل العجينه وبس كده. خلوني قبل ما نبدا اقول لكم على الرقم بتاعنا 02-388-35-227، ولو رقم دولي هنزود قبل الرقم 00202، وبعد كده الرقم بسرعه بقى، عايزين نبدا بسرعه عشان احنا ورانا شغل كتير قوي النهارده. يلا بينا ننزل بالعجينه. استنى ماشي، يلا بينا نقول العجينة بتاعتنا. كمان واحنا بنقول العجينة يا جماعة ننزل مقادير العجينة، كمان عايزة انزل مقادير الحشوة. تمام ماشي، احنا هننزل كل حاجة لان هو كله كده ايه بقى يعني ايه مختلط كده ومرتبط ببعضه، فهنقول كل المقادير بتاعتنا. العجينة عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق، 2 معلقة صغيرة من الخميرة، 2 معلقة من السكر، 1/4 كوباية من الزيت، 1/4 كوباية من اللبن، بياض بيضة، ومعلقة كبيرة من الخل وملح. علشان ندهن الفطاير عندي صفار بيضة مع 2 معلقة كبار من اللبن ونقطة خل برضو. للوش شوية جبنة ده اختياري، وشوية سمسم. الحشوة حشوة البرجر 1/2 كيلو من اللحمة المفروم، 2 حبات من البصل المفروم، 3 كوبايات من الجبنة، و2 كبار من بهارات الفراخ. طبعا 3 كوبايات من الجبنة يا جماعة دي يعني مش عايزين كمية، احنا جبنة عندك جبنة تمام تمام، عندك 1/2 كوباية 1/4 كوباية مش عندك مش مشكلة. 2 كبار من بهارات الفراخ، سوري بهارات فراخ ايه، بهارات البرجر. 2 معلقة صغيرة من البابريكا، ملح وفلفل اسود. علشان نعمل الصوص بتاعنا 1/4 كوباية من الخيار المخلل المفروم، 1/4 كوباية من المايونيز، 1/4 كوباية من المستردة، 1/4 كوباية من الكاتشب. ده الصوص اللي هو السريع اللي هو مايونيز ومستردة وكاتشب خلاص. طب صوص التيستي احنا سميناه صوص التيستي اللي هو الصوص المدخن اللي انا بقول لكم عليه، عباره عن ايه بقى؟ 2 معلقة كبار من البصل الابيض المكعبات، 3 معالق كبار من الخيار المخلل المكعبات، 1/4 كوباية من المايونيز، و3 معالق كبار من الباربيكيو صوص، 3 معالق كبار من المستردة، 2 معلقة كبار من الخل، 1 معلقة كبيرة من العسل الابيض، 1 معلقة صغيرة من الثوم البودره، و1 معلقة صغيرة من البصل البودره والبابريكا ورشه ملح. البصل المكرمل بسيط، بصل 1/2 معلقة صغيرة من السكر وشوية ملح ونقطة وشكرا، مش عايزة أي حاجة تانية بقى، الصويا بقى والحاجات الكتير اللي بتتحط دي لا خالص، مش هو ده اللي بيدي للبصل كرملة. أنا هقول لكم طريقته بسيطة إزاي. طيب عفوا هقول لكم بقى نعمل إيه الأول. أنا عايزة أشغل كده على الحشوة علشان أنا محتاجة إن هي تبرد معايا قبل ما أحشي بيها بصراحة. بسم الله، نجيب حاجة كده نحطها علشان تسخن معانا خلاص، ونجيب برضو ووك بقى، يا سلام لو ووك يا جماعة علشان نعمل فيه البصل المكرمل. اهو اجيب بس كل ادواتي كده. نسخن. طيب انا عايزة ابدأ بالبصل عشان البصل بيأخر بيطول معانا شوية.
تمام. فانا هبدا بيه. هعمل ايه بقى؟ هعمل اول حاجه كده، هسخن الطاسه شويه، حطيتها على النار، هنزل بشويه زيت هنا وهنا عشان الطاسه دي اللي انا هعمل فيها الحشوه، حشوه البرجر. البصل المكرمل، هاخد البصل الابيض متقطع جوليان اهو، الكميه اللي انت عايزاه، بس دايما البصل ناخد بالنا بعد ما يتكرمل معانا بيحصل ايه؟ حجمه بيقل شويه، فبنفضل كده ان احنا نعمل كميه كبيره بس علشان يدي معانا كميه. الحشوه هي يا جماعه ممكن تصوروها بقى، هنزل بالبصل خلاص، نسيبه بقى شويه على النار. النار واحنا بنكرمل البصل ما بتكونش عاليه. ليه؟ انا مش عايزه البصل يتحرق، انا عايزاه يتكرمل. الفكره في ان هو ياخد لي لون حلو وفي نفس الوقت اللسعه اللي فيه تروح معايا وبرده يفضل محتفظ بالطراوه بتاعته. فبننزل الميه بتاعته كده واحده واحده، بننزل اللسعه بتاعته واحده واحده، وفي نفس الوقت انا عايزاه ياخد اللون بتاعه على الهادي خلاص. هعمل ايه بقى؟ فين ما انا طالبه جماعه؟ انا عايزه ميه، انا اسفه، عايزه شويه سكر. ما انتوا مش غرب، ما احنا بنكح عادي، ايه المشكله يعني؟ الناس كلها بتكح. حطيت شويه سكر، حوالي نص معلقه صغيره كده يا ايمان، وتعالوا بينا نعمل حشوه البرجر يا ايمان. يا ايمان. ايوه يا شيف علاء. ازيك يا ايمان؟ ازيك يا شيف علاء؟ انا الحمد لله، انت عامله ايه؟ عامله ايه؟ انا زي الفل والله، انت كويسه؟ الحمد لله يا شيف علاء. الحمد لله والله، اتعودت ان انا اكلمك كل يوم. يا حبيبتي شكرا والله، انت منوراني. اما احب اسمع صوتك يا حبيبه قلبي، كتر الف خيرك والله. يا رب يخليك. ليا طلب عندك. اموريني. الصدق اللي هو المجمد، لما اجيبه واجي اعمله، اما اول ما احطه على النار اما يفك يسيح معايا يسيب كده. اه. فعايزاك تقولي لي يعني اعمله هو مجمد قبل ما يفك ولا اسيبه؟ هو محفوظ ولا بلدي يا ايمان؟ لا محفوظ يا شيف قلبي. مجمد يعني، اللي هو الحاجات المجمده دي. اه حاضر. هقول لك. حاضر يا ايمان. عينيا الاثنين. السجق اللي فيه انواع كتير قوي اللي بتكون مجمده بتكون مش احلى حاجه، ومش بنصح بيها قوي يعني، مش اي نوع ان احنا نعتمده. اكيد في انواع حلوه، لكن بقول لك ان انت طبعا تغيري النوع، لان هو طالما بيفك والحشوه بتاعته قصدك بتطلع، فبت كده نوعه مش حلو، وكمان هتلاقي ان دهونه كتير قوي وبينزل كم دهون مش طبيعي. طبعا بنفضل ان احنا نستخدم السجق البلدي، مش متاح في المكان مثلا او مش هنعرف نجيبه، تستخدمي نوع محفوظ يكون كويس. غيري يا ايمان النوع ده وهيظبط معاكي ان شاء الله. حاضر. نعم حاضر، شكرا. بصوا بقى البصل على النار، هعمل ايه حشوه البرجر؟ هنزل باللحمه المفرومه الاول اهو، تمام. النار بتاعتي عاليه عادي بالشكل ده، وهقلب كده اللحمه المفرومه لغايه ما ايه بقى، لغايه ما لونها يبدا يتغير شويه، مش هستنى ان هي تستوي يعني. خلاص بالشكل ده اهو، والبصل شغال عندي. اول ما يبدا كده يعني يبقى في شكشكه كده شويه، ممكن ان احنا نهدي النار شويه، او اول ما احس ان هو بدا ياخد لون معايا انا مش عايزاه يتحرق ههدي النار شويه. ودي اللحمه المفرومه شغاله معايا اهو. ازيك يا اميره؟ ازيك يا ست الاء؟ انا بعتقل يا حبيبه قلبي بجد والله العظيم، ده مصطفى بجد والله، مش بفوت لك حلقه يا حبيبه قلبي والله، انت جميله والله اصلا والله العظيم، انا بحبك جدا. يا روح قلبي شكرا يا ايمان والله، وفرحانه قوي والله العظيم ان انا بكلمك. ده شرف ليا يا ايمان والله، ده شرف ليا والله، شرف ليا انا والله. يا روح قلبي انت منوراني يا ايمان على طول والله العظيم، تسلم. انا بعتقد بجد والله العظيم، اول مره اتصل بحضرتك يا حبيبتي. يا شكرا يا اميره والله، كلك ذوق والله. ربنا يخليك والله العظيم، انت بجد بعتقد يا حبيبه قلبي، شكرا. كل وصفاتك جميله زي حضرتك يا انت احلى يا اميره، وكلامك حلو كمان. تسلمي لي، ربنا يخليك. شكرا شكرا يا ايمان. يا اميره كتر خيرك، نورتيني. طيب بصوا بقى،
عشان بس ايه الوقت بس يا استاذ جيمي كده معلش. اللحمه المفرومه اهي اول ما بدات ان هي تغير اللون بتاعها هنزل بالبصل وهقلب. هعمل ايه؟ هنزل بشويه ملح على حشوه البرجر اهي. وكمان عايز اعمل حاجه، ما تيجوا كده نروح للبصل. البصل هنزل برضو عليه بنص معلقه صغيره من الملح اهو. هقلب البصل، عينك على البصل عشان ما يتحرقش معانا. وهاخد الفلفل الاسود هحط كمان على حشوه البرجر، نكتر الفلفل الاسود شويه. هحط ايه بقى على حشوه البرجر؟ هحط شويه بابريكا وبهارات البرجر بتتباع عند العطار. قولي له عايزه بهارات برجر وتحطيها، تشوفي بقى لان كل نوع يعني مثلا في نوع معلقه كبيره بيكون مثلا مع نص كيلو، في معلقتين مع نص كيلو، دي على حسب النوع اللي انت هتجيبيه من عند العطار. عادي هنزل بالبهارات بتاعتي، شويه بابريكا يا مدام هانم. شكرا. ازيك يا مدام هانم؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيكم يا رب. الله يخليك يا مدام هانم، كتر خيرك. شكرا، ربنا يخليك يا مدام هانم. كلك ذوق. والله انا عايزه اقول حاجه. اتفضل. بالنسبه للحموات، قولي يا مدام هانم. عايزه اقول لهم على فكره انا حمل ثلاث ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب. ما شاء الله، ربنا يعني امهات ولادي ممتازين، ربنا يبارك فيهم يا رب، يخلي لهم اولادهم. الله اكبر، ما شاء الله والله ما شاء الله. عايزه اقول لهم اتقوا الله في ولادكم. يعني خلي بالهم من ولادهم، يعني ابنهم يكون مبسوط، ما يتدخلوش في اي حاجه، سيبهم يعيشوا زي ما انت عايزه. زي ما هم عايزين. ايوه حرام عليهم، يعني سيبوا ولادهم يعيشوا وستاتهم كمان. بس كفايه انهم شايلين هم الولاد، هم ولادهم. ده ايه الحلاوه دي؟ ده انت حلوه قوي يا مدام هانم والله. الله يخليك. ده انت ذوقه جميله قوي. على فكره كمان في اثنين عايشين معايا. الله واحدة. الله ما شاء الله. في شقة واحدة ولا في بيت عيلة؟ انا ثلاثة، انا ليا ثلاثة ما شاء الله، ثلاثة وبنت، وعندي بنت واحدة وحيدة ومجوزاها في القاهرة كمان عندكم ما شاء الله. بس ما شاء الله عليها، عندها حمى عسل، حمى سكر كده ما شاء الله. عشان انا بتقي الله في ولاد الناس، ربنا وعدني بحمل بنتي كويسة جدا. صح صح صح، ما شاء الله يا مدام هانم والله انا معجبة بكلام حضرتك قوي والله، يعني كلامك جميل قوي. حضرتك نورتينا وشرفتينا، وشفتوا الكلام الحلو يا جماعه. يعني هي كمان مدام هانم قالت حاجه كده ان هي عشان بتتقي ربنا في بناتها وفي اجوازاتهم، يعني ربنا رزقها بحما، رزق بنتها بحما تبقى كويسه ما شاء الله. الله اكبر. وهي بتقول اهي يعني نسيبهم عايشين زي ما هم عايزين. نعم يا استاذ جيمي، مش بنتكلم في موضوع مهم دلوقتي. بصوا البصل، ممكن تبصوا لي على البصل كده، اول ما يبدا ان هو ياخد صفار معايا شويه اهو ههدي النار هخليها وسط. دلوقتي انا عملت حشوه البرجر والبصل خلاص بيتكرمل معايا. ممكن نعمل حاجه يا استاذ جيمي قبل ما نروح لفاصل؟ انا عندي الكاتشب وعندي المستردة وعندي المايونيز، ده اللي انا هحطه على الحشوه اللي احنا هنحشي بيها الفطير. انا هعمل ايه؟ انا هجيب بوله بسرعه، مفيهاش حاجه بس انا هوريها لكم برده. هجيب بوله كده. نعم حاضر. هنزل بالمايونيز من الصوصات الحلوه قوي على فكره، وبالمستارده وبالكاتشب، وهخلطهم كده مع بعض ويبقى ده صوص سريع سهل. واما نرجع بقى ان شاء الله هنشكل مع بعض ونعمل صوص التيستي اللي هو الصوص المدخن. يلا بينا فاصل صغير، استنوني. يلا رجعت لكم بعد الفاصل. طيب الحشوه، حشوه البرجر خلصت خلاص، فانا عملت ايه بقى؟ الحركه دي ضروريه مبدئيا، ما ينفعش ان احنا نحشي اي عجين وهي العجينه وهي الحشوه سخنه. ليه؟ هتقطع معايا العجين. فانا بس حاولت ان انا احطها كده وعماله اقلب كده فيها اهو عشان بس تطلع الدخان، انا مش عايزه السخونه دي فيها خالص. خلاص اهو طبعا نستنى تبرد، انا عشان وقتي طبعا هشتغل بيها على طول. ممكن كده نيجي نبص بصوا شايفين يا جماعه، فاكرين البصل اللي انا حطيته كتير في الطاسه؟ بصوا بقى عامل ازاي، قل خالص ولسه هيقل عن كده كمان، هو لسه قدامه شويه. ممكن النار كده عليها سنيه
طيب تعالوا نعمل مع بعض ايه دلوقتي؟ عايز اعمل معاكم صوص التيستي. اعملوا طريقتي في صوص التيستي، هتاكلوا صوص يا جماعه جامد قوي. بصوا بقى، احنا قلنا المقادير بتاعته صح؟ ماشي. هاخد نقرب كده احنا بس بنعمل ايه؟ انا بعمل معاكم ليه بقى كده الكلام ده؟ شوفوا الخل وقع مني شويه، علشان احنا هنحشي تبقى كل الصوصات جنبي تك تك طخ كده، ونروح حاطين العجينه. دي ضروري قوي، ما ينفعش ان احنا ايه اسيب العجينه وانا في نص تشكيلها واقعد اعمل في الصوصات، فلازم كل حاجه تبقى جاهزه عندي. هنزل بالمايونيز، شويه بصل مكعبات يعني حوالي 4 معالق، ما نكترش قوي برده. خلاص، هو مش اساسه البصل على فكره، مش اساسه البصل، البصل بيدي طعم. خيار مخلل ماشي، وباربيكيو صوص خلاص، مستردة. وعلى فكره عايزه اقول لكم على حاجه، انا هقلب وادوق، والله عوزت ان انا ازود مستردة هزود، عوزت ازود عسل هزود، عسل ابيض، خل، بابريكا، بصل بودرة، وتوم بودرة، سنة من الملح، سنة. وهشوف، هدوق، لازم تدوق الصوص ده يا جماعة، على الصوص ده يا جماعة، على الصوص ده اهو. ريحته كمان وانتوا بتقلبوه اساسا هتعرفوا ريحته على طول، والله ريحته تدخينه بقى. طب انا هدوق واشوف هو محتاج ايه، محتاج ان انا ازود مستردة، محتاج ازود خل، محتاج ازود عسل، لسه هشوف. يلا بسم الله. يا لهوي على الجمال، الله، حلوه قوي قوي. عايز اعمل ايه؟ هزود شويه بصل، البصل كده بيدي برضو ريحه معاه حلوه، نصه حاجه بسيطه قوي بس. نعم يا اسمها، عملنا حطينا عليه خيار مخلل، برافو عليك على فكره، احنا حطينا عليه ما نركز بقى يا استاذ محمد كده في اللي احنا بنعمله. حاضر حاضر يا استاذ حاضر. بصوا على طول كده ايدي في البصل، اول بقى كده ما يبدا ان هو يدبل معايا اهدي النار واعمل ايه؟ هجيب غطا تمام وتغطي عليه. ممكن تعملي حاجه يا ام عائشه، تحطي معلقتين ميه، معلقتين ميه كده على الكميه دي. ازيك يا ام عائشه؟ ازيك يا شوف انا عامله ايه؟ الحمد لله، والله انا مبسوطه ان انا بكلم حضرتك. حبيبه قلبي، وانا كمان مبسوطه قوي بمكالمتك، كلك ذوق. حضرتك يعني انسانه محترمه وجميله وكويسه جدا. كتر الف خيرك، والله كلك ذوق، كلك ذوق يا ام عائشه، نورتيني والله. قوليلي، كنت عايزه اسال حضرتك عن الكيكه الاسفنجيه، شفت الفيديو على النت بيحطوا نشا بدل الدقيق، ده صح ولا اه؟ حاضر هقولك، عارفاها انا دي. حاضر، هي كيكه النشا، مش كيكه اسفنجيه، مش كيكه اسفنجيه، مش بتاخد وتدي معاكي كده زي الاسفنجيه. بتبقى اولا انا جربتها على فكره زمان قبل كده، حلوه حلوه للناس اللي بتتعب من الدقيق، مش وحشه، لكن ممكن الناس اللي بتحس بطعم الحاجه او الدقيقه شويه تشم ريحه الدقيق، لكن هي كويسه. لو عايزه تجربيها جربيها يا ام عائشه، حلوه على فكره. طيب، لكن مش ما بفضلش ان هي الترط، لا خدوا بالكم، عشان هي قالت لي كيكه اسفنجيه، كيكه النشا مش للترط ابدا ابدا. ليه؟ لان بتبقى فيها سنه فروله، بتبقى مش زي التورته الاسفنجيه خالص، سنه فروله شويه. طيب قبل ما ابدا في العجينه، يهمني قوي ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل الحركه دي، هشكل معاكم واحده. بصوا بقى، نفترض ان احنا عجنا العجينه اللي احنا هنعجنها، هي مكوناتها هناك اهي تمام. هاخد العجينه واقسمها لجزئين، المقادير اللي هي 3 كوبايات ونص يا جماعه، هتعمل معاكم فطيره كبيره، هنشوف حجمها عامل ازاي دلوقتي. هتقسميها لنصين، تاخدي اول جزء، ونجيب بقى نشابتنا كده وحركاتنا، رش الدقيق من فوق. شايفين اللي هي التكسيره دي، تخليها من الوش اللي قصادك. يا ندى، يا شيف الاء عامله ايه؟ ازيك يا ندى؟ وحشتيني. وانتي كمان وحشتيني. اخبارك ايه؟ الحمد لله، انتي عامله ايه؟ الحمد لله، تسلم ايديكي على الحاجات الجميله دي. تسلمي يا حبيبه قلبي.
افكار في منتهى اللذاذه يا حبيبه قلبي، والله كلك ذوق والله. ربنا يحسن ما بين ايديك. الله يخليكي يا ندى، الله يخليكي. قولي لي ذوقك يا روح قلبي، كتر الف خيرك، كلك ذوق يا ندى والله. منوراني دايما، منوراني دايما يا ندى يا قمره. تسلمي لي. ماشي يا حبيبه قلبي، نورتيني. بصوا بقى افردي اهو بالشكل ده، طيب ايدك كده تبقى ايه. بصوا انا براجع بس على العجين كده من تحت عشان ايه لازق بتاع كده، خلاص لازم كده واروح شايلاه عشان ياخد راحته شويه. طب دلوقتي انا عندي مشكله ان الحشوه بتاعتي سخنه، لو انا حطيتها تقطع معايا العجين، فانا ممكن اعمل حاجه، هاخد شويه جبنه بحيث تبقى ارضيه كده للحشوه بتاعتي، مش مشكله برضو. خلاص يا مريم. الو، ازيك يا مريم؟ ازيك عامله ايه يا شيف الاء؟ انا كويسه يا مريومه، انت اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله، بحب حضرتك قوي 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 قوي. ده انت ايه العسل ده، شكرا والله. شكرا، بحبك قوي والله يا حبيبتي. شكرا والله، كلك ذوق يا مريومه يا قمر والله، وانا كمان بحبك. قولي لي يا مريم رحتي فين يا مريم؟ طيب شكرا يا مريومه يا قمره، نورتيني والله. بصوا يا جماعه، بصل مكرمل نفس الطريقه على فكره اللي احنا بنعملها، تمام. ايه تاني؟ الصوص اللي هو المستردة والكاتشب والمايونيز، وانا كمان عملت حاجه كده، حطيت عليه شويه خيار مخل. خيار مخل، بس هو مش اساسي، يعني مش اساسي عشان الخيار مستردة كميتها كتير، هو ممكن يحدى معايا الدنيا شويه. كاتشب ومايونيز ومستردة وشكرا، تمام. يا خبر ابيض بقى، بقى استنوا لي بقى على صوص التيستي ده. بصوا يا منى. ازيك يا شيف؟ يا منى ايه رايك بقى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ وحشاني. وانت كمان يا منى وحشاني. انا بحبك قوي يا روح قلبي، شكرا والله. قوليلي ها انت رحتي فين؟ ايه؟ انا كويسه يا منى. منى ممكن تسمعيني من التليفون؟ سامعاك. ماشي، انت عامله ايه يا منى؟ يا منى بقى، يا منى كلمينا تاني يا منى. طيب بصوا، شايفين يا جماعه، انا معجبه بالمنظر ده، حشوه البرجر وعليها صوص البيك تيستي وعليها الصوص السريع اللي احنا عملناه ده والبصل المكرمل، جامد قوي. عايزه اروح اشوف البصل اللي بيتكرمل على النار ده اهو. شايفين بقى، عشان حاجتي جاهزه جنبي الجبنه، عملت الصوصات، فكل حاجه كده انجاز السنين بقى اهو. يا ندى شويه جبنه يا ندى. ندى الو، ازيك يا ندى؟ ازيك يا شيف الاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله والله، انا بحبك جدا حبيبه قلبي، كتر خيرك والله. والله بجد يعني انا فرحانه قوي ان انا بكلمك. ده انا كمان مبسوطه بمكالمتك الحلوه دي. تسلميلي والله العظيم، انا بعشقك بجد والله العظيم، مش ان انا كلام بس، والله العظيم بجد. مصدقاكي يا ندى يا حبيبه قلبي، كتر خيرك والله. بحبك والله جدا، ومنوره الشاشه دايما كده يا رب. الله يخليكي يا ندى والله، كلك ذوق والله، كلك ذوق يا ندى، نورتيني وشرفتيني وشكرا لمكالمتك الحلوه دي. بصوا خليكوا دايما في الامان، الطبقه اللي فوق تبقى اعلى من الطبقه اللي تحت، لو زياده تقطعوها، لكن لو قصيره يبقى الموضوع رخم شويه، تمام. طيب نعمل بقى الحركه دي كده كده كده. عايزه اجيب بقى ايه، سكينه ونقطع. بالشكل ده شوكه بقى. استاذ نبيل. يا ايوه شيف الاء، ازيك يا استاذ نبيل؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله نحمد ربنا. انا ليا سؤالين وملحوظه. اتفضل يا فندم، اتفضل. السؤال الاولاني، ينفع احط شطه على الصوص اللي حضرتك عملتيه؟ ده يبقى جامد قوي يا استاذ نبيل على فكره. او هريسه، شطه او هريسه على الصوص؟ يبقى تحفه، يبقى تحفه طبعا، يبقى حلو. طيب قوي، اتفضل. السؤال الثاني، اتفضل. ايه راي حضرتك في الحله البخار البيستو؟
حاضر. رايي انا تحفه بصراحه، منجزه جدا جدا جدا، ده رايي فيها. اوكي بشوف حضرتك ما بتستخدمهاش او حاجات من دي، عشان هي مش متوفره عند كل الناس يا استاذ نبيل، فمش بنحب ان احنا طالما حاجه مش موجوده عند كل الناس فمش بنستخدمها، لكن هي منجزه جدا جدا جدا. طيب الملحوظه بقى حضرتك، اتفضل. يعني ليش يوم ليل الاسماك بنعمل يا استاذ نبيل؟ لا ما انا بتابعك، انا بتابعك بقالي فتره، ما بتعمليش خالص للاسماك ولا البحريات، الاكل الصعيدي بس يا استاذ نبيل. والله حاضر بنعمل، حاضر عينيا، هعمل عينيا قريب، ممكن الاسبوع اللي جاي او اللي بعده حلقه اسماك، بس احنا بنعمل والله. ده بورسعيد بقى، ده اساس الاسماك ده. حاضر حاضر يا استاذ نبيل، عينيا. حضرتك عندك سؤال تاني؟ شكرا. طيب شكرا يا استاذ نبيل. بص انا شكرا يا استاذ نبيل لمكالمتك جدا جدا. الحلى البريستو طبعا انا بحبها جدا، وهي منجزه انجاز رهيب عندي في البيت على فكره، مش بنستخدمها ليه؟ مش موجوده عند كل الناس. طيب احنا في صاجات اكبر ولا ما فيش؟ طيب خلاص بصوا بقى، بسم الله، واحده واحده بقى. ها مش مشكله بقى يا استاذ. شكرا يا استاذ محمد. بص بقى نشيل الفطيره ازاي، ممكن نعملها في الثانيه. بسم الله. اوبا اهي بالشكل ده. يا حسناء، حسناء صباح الفل. يا حسناء عامله ايه؟ صباح الفل. يا صباح الورد، انت لسه صاحيه ايه يعني؟ لا والله انا مستنياكي من وقت ما كان ياسمين يا عيني كان مسافر، وانا برن عليك عشان اكلمك. يا حبيبه قلبي نورتيني والله. حبيبتي تسلمي يا حبيبتي، وربنا يحسن ما بيجيبيكي كده ان شاء الله. حبيبتي ربنا يخليكي يا حسناء، كتر خيرك والله. حبيبتي تسلمي يا رب، نورتيني. بصوا بقى، صفار بيضه مع نقطتين كده من الخل الابيض ومعلقتين من اللبن. هعمل ايه كده، هدي دهنه بسيطه اهو، وهعمل ايه بقى؟ ممكن قوي على فكره ان انت تسيبيها كده، بس انا عايزه اعمل حاجه تسيره برجر بقى وحركات وبتاع، فانا هحط شويه جبنه اهو وشويه سمسم على الوش كده، وهدخلها. بس عايز اقول على حاجه، المفروض بعد الخطوه دي نسيبها ترتاح ربع ساعه، بس انا طبعا مش هسيبها ترتاح ربع ساعه عشان انا ما عنديش وقت، بس انت لازم لازم تسيبيها ترتاح ربع ساعه عشان العجين يرجع ان هو يختمر معانا مره ثانيه. الفرن بتاعك يبقى سخن كفايه، الفرن يبقى سخن درجه حرارته 180، الفرن شغال من تحت بس. يلا بينا ندخلها الفرن بتاعنا، فطيره البرجر الخطيره دي. بسم الله. حاضر بسم الله. ما انا تمام اهو، يلا بينا. معانا سهى. يا سهى ازاي حضرتك يا شيف؟ ازيك يا سهى؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا سهى، انت عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي يا سهى، طريقه المكرونه بشاميل مش عايزه؟ لا انا مش سامعه، مش سامعه يا سهى. عايزه طريقه بشاميل بس مش عايزاها ناشفه. مش عايزاها ناشفه. حاضر. بتقول ايه يا جماعه؟ عينيا، مشكلة البشاميل برضو لسه قايله لكم عليها امبارح يا ندى. على فكرة امبارح عملنا مع بعض الرز كريمي، وشفتي انا عايزاك يا ندى تشوفي حلقة امبارح، تشوفي ازاي قوام البشاميل كان خفيف. انا كنت منزلاه على الصينية نازل مية معايا، ولما اخر الحلقة برد وريت لكم هو مسك نفسه ازاي. شوفي حلقة امبارح يا سهى. ودايما بقول لكم بعد اذنكم نعم حاضر عينيا، السوائل تكتر عادي، بلاش ان قصه ان كل معلقه دقيق قدامها معلقه لبن، دي مقاديره ببساطه، 4 معالق كبار من الدقيق، 4 معالق كبار من الزبده، ونزود دهون معلقه او معلقتين، يعني لو هتحطي 4 معالق دقيق قدامهم 5 أو 6 دهون ايا كان بقى زبده او زيت. طيب لكل معلقه دقيق كوبايه وربع او كوبايه ونص من اللبن، كوبايه وربع او كوبايه ونص من اللبن. بعد ما تسيبيهم على النار مش هتلاقي ان هو تقل قوي، هيفضل سايل معاكي عادي. استخدميه خلاص، هتطلع من الفرن هيبقى سايح معاكي وجوسي، وهيبقى حلو قوي. بلاش جوسي دي عشان الناس بتزعل منها. نعم. طيب حاضر، انا بقى هعمل واحده تاني كده، واحنا برضو رايحين كده استاذ زيمي بقى برضو نشوف كده الحشوه بتتحط وبتاع.
يلا بينا نروح لفاصل صغير، استنوني يلا. احنا رجعنا، ازيكم؟ رجعنا لكم بعد الفاصل. ايش تقولوا يا جماعه؟ تقولوا ان احنا رجعنا. طيب حاضر، دي فطيره. سوري انا اسفه، مش احنا اسفين. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا شكلت معاكم واحده، وانا بقى عملت ايه في الفاصل؟ شكلت واحده، انا على فكره لسه مدخلاها حالا، ممكن كده نشوفها. تعالوا كده بينا نشوفها، يلا بسم الله. اهي موجوده تحت، يعني لو نعرف نجيب فوطه كده يا جماعه عشان نشيل الصاج بيها لازم والله. نشوف الفطيره في الفرن. لا اهو دي اللي انا حطيتها تحت خلاص. طبعا السوا هيكون في نص ال في ماشي اي حاجه في نص الفرن، بس انا عشان عندي اتنين فمحتاجت ان انا بس ايه معلش احطها ومشيل اللي فوق، هبقى ارجعها للنص. ماشي طيب تعالوا بينا نعمل مع بعض العجينه. ما كانش هاممني قوي العجينه على فكره، على قد ما تشوفوا طريقه التشكيل. بصوا يا منى، البصل المكرمل اهو يا منى. الو ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله، بحب حضرتك قوي والله. انت عندك كام سنه يا منمن؟ عندي 14 سنة. انت عسل قوي، صوتك جميل، حبيت اسلم عليكي. يا حبيبتي شكرا شكرا يا حبيبة قلبي، نورتيني يا منى يا قمرة. ماشي تعالوا نعمل مع بعض العجينة. العجينة بسيطة جدا جدا، ما فيهاش حاجة. عبارة عن ايه؟ بسم الله. صوص هفضل احب في الصوص ده طول الحلقة، صوص اللي هو التستي، صوص التستي جميل قوي. بصوا بقى، عايزين جلافزات بعد اذنكم. هعمل ايه في العجينه؟ هنزل باول حاجه الخميره، تمام، السكر، الزيت، سوري ده الخل، شكرا يا استاذ محمد، والزيت. انا اسفه، ده بياض البيض يا جماعه. انا حطيت الخل، حطيت السكر، وحطيت الخميره، وحطيت الخل، وحطيت بياض البيضه. الصفار راح فين؟ الصفار انا استخدمته لدهان الفطاير خلاص. طب سنه ملح وشويه زيت. انا عايزه اهدي على البصل بس شويه، حوالي ربع كوبايه من الزيت على الكميه دي اهي، ربع كوبايه من الزيت. وهعمل ايه؟ هقلب كده الكلام ده مع بعض. هنزل باللبن، ملوش مقدار، مش عايزه اقول لكم المقدار بصراحه عشان ما تتحكم، يعني ما يبقاش هو ده، علشان ممكن يزيد او يقل. انتوا انزلوا بشويه لبن وممكن ميه كمان يا شهد. ازيك يا شهد؟ سلامتك. بتسالي عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه يا شهد؟ اول مره اكلم حضرتك حبيبتي، ان شاء الله ومش اخر مره، منوراني. بحب حضرتك جدا جدا، انت جميله ورائعه جدا. كتر خيرك والله يا شهد، كتر الف خير. عايزه اطلب من حضرتك طلب. قولي لي. طبعا انا عايزه طريقه الكرواسون، ممكن تنزلي لي المقادير؟ انا قاعده متابعاكي. الكرواسون اللي هو ايه؟ اللي هو محشي شوكولاته ولا اللي هو الساده ولا ايه؟ لا اللي هو محشي شوكولاته. عينيا الاثنين. حاضر، تسلم عينيك. عينيا، والحلقه جميله، تسلم ايدك يا حبيبه قلبي. جربيها يا شهد بقى، الفطيره دي هتعجبك قوي. ماشي شكرا يا شهد. لو ينفع يا جماعه ننزل الميني مولت الصغنن اللي هو بيكون محشي شوكولاته اللي بيتباع في السوبر ماركت ده، عملناه مع بعض قبل كده. ايوه طيب بصوا،
انا دلوقتي العجينه لمت معايا، طالما البوله بتاعتك فيها شويه دقيق كده في قاع البوله، لا تنزلي بمعلقه ثانيه من اللبن واحده واحده خلاص. وعايزه اقول لكم هي دي العجينه، العجينه دي خطيره رائعه. عايزين تستخدموا ميه بدل اللبن استخدموا ميه بدل اللبن، مفيش مشكله. عايزين تميكسوا ما بين الميه واللبن ميكسوا، يعني نص الكميه ميه ونص الكميه لبن. عملنا مع بعض قبل كده الحركه دي ان احنا عجننا كتير عشان ما نضيعش الوقت، وده مش هدفي النهارده خالص. انا الفكره ان انا عايزه اعمل لكم فطيره بحشوه البرجر. عملنا حشوه برجر بطريقه مختلفه، سوينا اللحمه مع بصل مفروم وشويه بابريكا وايه تاني وبهارات برجر خلاص. طيب انا عايزه، والله انا هتقابلني بقى مشكله بصراحه دلوقتي مش هضحك عليكم، ان انا عايزه ايه الف الصاج بفوطه برضو لان انا قلباه. بسم الله، لا لازم حاجه تانية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، بصوا 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 ما شاء الله منتفخه معايا ازاي. نطلعها يلا. بسم الله يا سهى. الله اكبر على كل يشوفك وما يخليك على حضرتك. عليه الصلاه والسلام. شكرا. عليها افضل الصلاه والسلام. ازيك يا رفعلي؟ الحمد لله يا سهى. انت عامله ايه يا سهى؟ والله العظيم وحشتيني، تسلم ايدك على الفطاير الجميله اللذيذه دي. يا روح قلبي يا روح قلبي. انا عايزه اتغدى معاكم بقى. ده انت تنورينا وتشرفينا، انت صاحبه مكان. ربنا يديك الصحه والسلامه. انت صاحبه برنامج يا سهى. ربنا يحفظك من كل شر يا رب. يا حبيبه قلبي. واديك الصحه وطول العمر يا حبيبه قلبي. انا بصبح عليك وبقول لك صباحك احلى صباح. ده احلى صباح يا سهى والله. والله العظيم وفطايرك دي عسل عسل عسل، وتسلم ايديكي وعينيكي يا حبيبه قلبي. يا روح قلبي ما تحرمش منك ولا من كلامك الحلو ده. شكرا يا سهى قوي 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 والله. سهى دي سكره يا جماعه، عسل بموت فيها والله. بتجامل انا عارفه مجاملتها، بس مجاملتها لذيذه جدا ورقيقه بصراحه. صح يا استاذ محمود؟ الحقيقه كلهم بيأيدوني، مش مثلا لا يا شيف ازاي، يا لا ده انت تستاهلي، لا عمالين يقولوا لي اه بتجامل. هعمل ايه بقى؟ هاخد الفطيره دي بسم الله احطها الصاج اللي في النص، ما تتحطش تحت ابدا، لازم في النص علشان ما تتحرقش معانا. بصوا لي انا بقى عملت ايه كده وانا بكلم سهى، ببخاخه ميه ورشيت كده على الوش. يا خب اه عارفين، لو عارفين انتوا المخرطه بتاعه الملوخيه صح، بس ما ها لا بصوا يا جماعه دي اللي انا عاملاها معاكم على فكره. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خبر ابيض على الجمال ما شاء الله. استنوا سخنه نار، اي عجين ما نستعملش معاه سخن خالص. مش عارفه بصراحه ايه، احنا ممكن على فكره بمقص والله صح. اه طب استنوا نكملها بمقص. نعم يا استاذ عادل. ازاي حضرتك يا استاذ عادل؟ انا عندي سؤال بقى ومخيرنا صراحه. اتفضل يا فندم. زمان ما كانش بيعملوا بالزبده اللي مستورده دي اللي بتفور. ودلوقتي ما انت عارفه طبعا ان هي غاليه. طيب الحل ايه بقى؟ بسمنه يا استاذ عادل. إيه؟ البتيفور يتعمل بسمنه على فكره. يعني ينفع بسمنه بلدي يعني طبعا العاديه بتاعتنا؟ هقول لحضرتك بس بشرط السمنه تبقى ساقعه قوي، تبقى ساقعه في الثلاجه ما تكونش دايبه، تبقى يبقى قوام السمنه زيها زي الزبده، وهيطلع البتيفور زي الفل على فكرة. شكرا يا أستاذ عادل. البتيفور على فكرة نعم حاضر. البتيفور يا جماعة يتعمل بسمنة على فكرة. طب معلش يا أساتذة كده ما يشوفوا بس الفطيرة من الله الله. بصوا بقى أهو فطيرة برجر خطيرة. سخنة جدا أهي. طب ما يشوفوها من تحت كده، خليك يا استاذ محمود زي ما انت اهو اهي تحفه. طب يشوفوها من جوه كمان. حاسه ان انا مضايقاكم اهي. شو استاذ محمود تعرف تشوفها كده من جوه؟
ممكن اقلبها لك والله. بص اهو اهي تمام كده اهي، شايفين بقى من جوه، شايفين الطراوه؟ سلام اهي، يا خبر ابيض يا جماعه، جامده جدا جدا الفطيره دي، والله لازم تجربوها على فكره، حلوه قوي قوي اهي، تحفه تحفه والله، جميله جدا بصراحه. تعالوا نروح لفاصل بقى. يا جماعه بتسجقوني النهارده والله العظيم. رجعنا لكم بعد الفاصل. لا مش سامعه يا استاذه والله. رجعنا لكم بعد الفاصل. طيب عملنا مع بعض النهارده ايه بقى؟ احنا ما شاء الله يعتبر خلصنا على فكره، اللي في الفرن عليتها شويه خلاص. طيب البصل، تعالوا كده نبص بص على البصل المكرمل، يلا اهو شغال كرمله كده، ممكن على فكره تشيليه خلاص، ممكن اصلا هو كده يبقى تمام قوي على فكره اهو. طب تعالوا بينا ناخد البصل اللي اتكرمل معانا ده، شايفين اللي بتاع الكبيره دي؟ انا مش عايزه عشان هي ما اتكرملتش، مش عايزاكي ولا خليها بقى، يلا لا حرام خساره، خليها هتتاكل برده خلاص، بس هو دبل يعني وطري معايا. بسم الله. حاضر يا استاذه حاضر اهو. ليه خالص؟ لا على فكره اهو، يلا بس كده. ده البصل اللي اتكرمل معانا، شايفين اصلا كانت كميته عامله ازاي؟ قال بقى عامل ازاي يعني بقى من حاضر خالص، بس هو بيبقى كده هو علشان بيتصفى خالص، زي على فكره الايه البصل اللي احنا بنعمله برز السمك. طب ما تيجوا نبص بص على الفطيره بقى اللي هي اللي احنا عملناها علشان اللي لسه فاتح دلوقتي، اللي فاتوا بقى انتوا فاتتكم حلقه النهارده لو ما اتفرجتوش عليها من الاول. عملنا فطيره بحشوه البرجر، خدنا اللحمه المفرومه، عملت كده منها خلطه فظيعه من البرجر، وعملنا الصوصات، الصوصات المدخنه اللي هي بتاعه المطاعم اللي احنا ما بنروحهاش دلوقتي، حطيتها جوه بصوا يا جماعه انا حطيت جوه كل حشوات البرجر، بصل المكرمل، الصوص التيستي اللي هو الصوص المدخن، والصوص السريع اللي احنا عملناه مع بعض، وخيار مخلل بقى وحركات نفس مكونات ساندوتش البرجر بالظبط، ما عدا طماطم مش هتبقى حلوه، رغم ان الطماطم بتتحط في الساندوتش عادي، لكن في الفطير مش بتكون حلوه خالص. انا عارفه ان انتوا هتضحكوا، بس هي بنقول عليها ايه؟ بتمايماي. بتمايماي يعني بتنزل المايه بتاعتها، بتبقى مش حلوه خالص. طيب ممكن نبص. ماشي يا حبايبي. الميني كرواسو بقى، الميني مولتو اللي احنا عملناه، الله على الفرن الفطيره. انا اسفه. نطلع الفطير ميني كرواسون، مش احنا اسفين يا اساتذه. طب خلوني اقول على حاجه، انا حشيتها شكلتها ودخلتها، بصوا بقى دخلتها الفرن على طول. طيب مقص والله عليها مقص. طيب رشه الميه دي ليه؟ علشان بتطري معايا الفطيره. خلوني اقول لكم على حاجه، لما تحشوا الفطيره ما تدخلوهاش الفرن على طول، مش هتاخدوا احلى نتيجه. ده انا عايزه اقول لكم على حاجه كمان والله ما شاء الله، ده انا كنت ناسيه اللي انا قطعتها قدامكم دي، شوفوا طريه ازاي وما اختمرتش كمان تاني مره. ده انتوا يا ربي بقى لو انتوا سبتوها تخمر 10 دقائق ربع ساعه ضروري، يعني هتاخدوا نتيجه حلوه قوي. لازم تسيبوها على الاقل 10 دقائق قبل ما تتسوى معاكم، مش بتبقى نتيجتها احلى حاجه قوي، لكن بالرغم ما شاء الله ان هي طلعت طريه معايا. طب عايزين بقى حاجه كده عشان نشيل بيها الفطيره، يا سلام مش موجودة للأسف للأسف، اللي هي حاجة طيب يا خالد، عايزين الشيالة يا خالد الحديد دي عشان نشيل بيها الفطير. طيب عشان دي، لا دي ضعيفة قوي مش هتنفع دي. يا سلام
استنى يا خالد استنى استنى. بصوا شايفين الفطيره؟ الله ما شاء الله والله الحمد لله. والله انا بتبسط قوي بصراحه لما حاجه تطلع معاكم حلوه والله ما شاء الله. يلا بينا نروح بيها بقى هناك. سخنه بصراحه انا كنت ايه. بسم الله يا سلام اهي اهي كده. ممكن نحط ال اهي نحط كده البصل المكرمل جنبها ولا مفيش مكان؟ اهو والله انا مبسوطه والله. اصل هي فكره حلوه انا كفكره انا عجباني بجد. عملنا فطيره بعجينه طريه وعجينه لذيذه حشوتها مختلفه. جماعه تنفع معاكم الغدا لعزايم لاعياد ميلاد حته فطيره تجنن. ازاي كمان نعمل من الكم يعني انا قايله لكم نص كيلو من اللحمه المفرومه زودناه ببصل عملنا بيهم فطيرتين كبار. الفطيره على فكره كبيره على فكره فتكفي معانا كذا شخص. لو عندك عزومه تبقى حلوه قوي. الصوص المدخن وكمان عملنا البصل المكرمل وكل مستلزمات البرجر. طب خلوني اقول لكم على بسم الله الرحمن الرحيم على الميني كرواسون الحاجات الصغننه اللي جواها الشوكولاته اللي بتتباع في السوبر ماركت. فين هي؟ نص كيلو من الدقيق يعني 4 كوبايات من كوبايات الشاي، معلقه كبيره من الخميره يعني 10 جرام، 4 معالق كبار من السكر، كميه سكر مش كتيره لازم نحط الكميه دي، بيضه كامله، معلقه كبيره من الفانيليا السائله، معلقه كبيره من الخل الابيض، 4 مكعبات من الزبده الدايبه، هنخلط كل المكونات دي ونعجنها بميه، خلاص؟ بعد ما نعجنها كويس نسيب العجينه تخمر معانا، بعدين بناخد العجينه دي بنقسمها لكورتين. بناخد كل كرة وبنفردها على شكل دائري. تقطعي الـ الشكل الدائري ده لمثلثات صغننة قوي. لازم المتصلة اللي أنا مش فاكرة بصراحة اسمها ايه لازم تشوفي الحلقة علشان هتفرق معاكي قوي. تشوفي طريقة التشكيلة هتبقى عاملة ازاي. الشوكولاتة عشان هي دي بتبقى مشكلة الوصفة دي اصلا. الشوكولاتة يا ما بتسحش يا اما بتسيح معانا وبتطلع مين؟ شهد. يا شهد شهد لازم تشوفي الحلقه لان مشكله الوصفه دي الشوكولاته. يا ما بتدوبش معاكي يا اما بتطلع ان هي بتسيح وبتفك معانا من جوه الحشوه. فالحل ايه؟ ان احنا بنجيب شوكولاته بنسيحها على حمام مائي وبعدين بناخد الشوكولاته دي نزينها دواير ونحطها في الثلاجه دقيقتين ثلاثه بس وتحشي الميني كرواسون بحشوه الشوكولاته دي وترليها بتسيبيها تخمر وقبل ما تدخل الفرن دهنه صفار بيضاء مع نقطه من الفانيليا وتدخليها فرن سخن على 180 من 15 ل 20 دقيقه. هتاكلي احلى وصفه للميني كرواسون. ارجوكي لازم تشوفي الحلقه على اليوتيوب تكتبي ميني كرواسون الاء الجبالي سنه اولى طبخ وتشوفي الحلقه هتعجبك قوي. النهارده خلاص احنا الحلقه خلصت النهارده صح؟ والله يا جماعه اصل انا بس بحبكم فببقى مش عايزه امشي والله. ايه ده يعني كلهم ايوه ايوه يلا. النهارده عملنا مع بعض وصفات لذيذه قوي. دايما كده بحب اخر الاسبوع ان احنا نعمل حاجات تبقى مختلفه وحلوه. فطيره البرجر، الصوصات، البصل المكرمل، الصوص المدخن، الصوص السريع اللي حشيناها بحشوه البرجر. ارجوكم لازم تجربوها هتعجبكم قوي. هتوحشوني. بكره حلقتنا خفيفه وسهله ولذيذه. ما تنسوش تشوفوا حلقه بكره ان شاء الله من الساعه 1 ل 2. ولو ما شفتوش الحلقه من اولها ارجوكم لازم تشوفوها كامله النهارده عشان هتعجبكم قوي. الساعه 8 وربع بالليل و3 ونص الفجر. هتوحشوني. باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.